إذا ولد علقمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لا يكون صحابيا؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك بهذه الشروط، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واحد، مؤمنا به عند رؤيته له، هذا الشرط الثاني، ومات على ذلك ولم يرتد. نعم.